برج الجدي 2024. برج الجدي ده يا جماعة في الأيام والسنوات اللي فاتت اتظلم، اتغدر بيه، اتبهدل، اتنفخ، يعني شاف الويل اللي ما شافوش حد. برج الجدي ده الدنيا كانت بايظة معاه خالص، يعني مجنطة على الآخر، فشاف الغدر وشاف الخيانة وشاف التعب وشاف السفر وشاف الفقر وشاف كل حاجة. ده إنما السنة دي بقى 2024 برج الجدي في توقعات ان شاء الله ما شاء الله ولا اروع من كده. في رزق جاي، في وظائف جايه، في شغل جاي، في رضا من ربنا جاي، فيه ربنا هيعوضه عن كل الايام السوداء المشندله بشنديله المربربه اللي فاتت، ربنا هيعوضه عنها تماما. فاطمن خير وقول يا رب، لان الايام اللي جايه دياتي ايام خير كبيره قوي بالنسبه لبرج الجدي. بس انت قول يا رب والناس بتوع برج الجدي يثبتوا لنا نفسهم هنا، وكل سنه وانتم طيبين، وايه وشكرا.